أحمد تعال لهم.
يعمل ايه؟ يصوم في صوم، واللي حصل له مرض او سفر انتقلت رمضانيته الى عده من ايام. لا، لو صامه يبقى لم يصادف رمضان، لان ربنا قال فعدته من ايام، يبقى رمضانه عدته. والا فما ذنب المراه تاتيها العاده في رمضان فتفطر وبعد ذلك تقضيها في غير رمضان؟ أقربها لها في غير رمضان يخرجها من بركات رمضانية صيامها، يبقى ما ذنبها إيه؟ يوم المريض تحمل المشقة وصام. ما ليش مسافر تحمل المشقة وصام؟ لا، الشافعي بيوجزني. طبعا لازم بها بامر الاجراء الله عليه. هذه الايه يا سيدي بقى علشان تعرف ان بعدك سوره البقره لايه؟ في ايه ايه؟ ايام ما كان الصيام مكتوب ايام الشهر رمضان، ايام معلومه خلاص كتب عليكم الصيام. ايوه كتب عليكم ايام معدودات. يبقى دي غير رمضان ولا غير رمضان؟ ان كنت تطيقها تصوم، ولك ان ما تصومش. مش ولا كنت بقى وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. خلاص ويبقى ما خير لكم. دي خلاص انتهينا. ده في الايام المعدودة. ادفع شهر كم شو هذا وان تصوم خير لكم. طيب يا مولانا، احنا من طريقه سيادتك في تفسير القران الكريم احنا بنتمتع بها دايما ونتابع، لكن هل نقدر نقول ان هذا المنهج يعتبر منهج ظاهري في تفسير القران؟ سيادتك خدت لفظ ظاهر الالفاظ بدون تاويل، يعني الايه فما كان منكم مريضا او على سفر فعدته، ده هذا هو اهل الظاهر بيفسروا هذا. فهل سيادتك ايه رايك في الفقه بتاع الامام علي بن حزم؟ لان احنا عايزين نخش فيه. شوف والله هو بيبطل القياس وياخذ بالنصوص فقط. شو مسألتك عنه؟ لا عنه يكون يبطل القياس يقول انت محجوز فيه. انت محجوز فيه ابطال القياس مهمه دي اسمها. انت مش وياك الحكايه دي. ليه بقى؟ لأن القياس ثبت في كثير من الأقضية عند الصحابة، بدليل أن أبا حنيفة لما جه وجوز أنك أنت تعطي الزكاة بالقيمة، قال لك لأنك أنت لو لم تجد بنت لون تبقى تدي 100، تحقق المناط، تحقق المناط وتخرج المناط وتنكح المناط، تخرج المناط فيه اشياء ما بتكونش داخله في الحكم. ناخذ مثال ما بتكونش داخله في الايه؟ في الحكم. وانت لازم تجيب القياس بثلاث اشياء، تخرج المناط وتنكح المناط. لما يجي سيدنا
لله ابن حزم ماذا يقول ابن حزم في فطر إذا كانت الفطر أقول لأن سيادة تجمعنا هنا في الحتة أيوة نعم. الإمام ابن حزم يقول لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. شوف لما تيجي بقى حققناها ازاي هنا بقى رحنا لمينا بعض الفلوس وجينا بعدنا لاخونا الفقراء الهند اللي بيموتوا جوعا او في الصومال او كذا وقلنا لهم تشتروا بيها شعير او تمر وتفرخ هكذا. تعرف بقى العدم هذا يا مولانا ايه؟ ان وصلت الزكاه من يموتون جوعا اللي هو ما عندوش قوت 24 ساعه اللي حفنت شعير هتحييه. هنا فطننا الى حكمة ربنا سبحانه وتعالى اذا تمسكنا بنص الحديث. طب والبلاد الذي يوجد فيها شعير ماذا تصنع فيها؟ كل البلاد فيها يا تمر يا شعير. لا ما في بلاد ما فيهاش نبقى صد بعت لها نشتري من هنا التمر ومعته لها. لكن يعني اقول لحضرتك يعني اللي حصل في هذا يبقى ان وصلت احنا بنفرق الزكاه هنا بياخدوها منين؟ اخواننا اللي عندهم عربيات كاديلاك والويلفير والكلام ده ما بتصلش الى من خطا في التتبع. ما هو اللي هياخد الشعير خطا في التتبع هذا خطا في التتبع. المهم طيب السؤال اللي بعد كده عايز اسال مولانا برضه معلش هنتعبك شويه معانا لما خصوصا ان احنا شفناها. ايه رايك في العمله الورقيه بالنسبه هل نعتبرها نقد شوف يا سيدي ولا فيها فرق ما هي لازم اشوف اساس العمله الورقيه ما هو اساسها. العمله كانت زمان حجر يعني عادي خلاص ذهب كريم او لا هي كانت ذهب وفضه خلاص كده ذهب والفضه دي ثقيله الحمل فعملوا اشياء علشان تبقى خفيفه الحمل ومضمونه القيمه. فالجنيه الذهب انت لما كنت لو ادركت انت النقد بتاعنا احنا قديما الجنيه المصري مكتوب عليه ايه؟ اتعهد ان ادفع لحامله جنيه مصري مش كده معنى اتعهد ان ادفع ليه جنيه مصري يبقى ده معناه ايه؟ لما كنا ناخد الحلول بتاعنا ونروح علشان نبدله كنا ناخد جنيه ذهب وعليه قرشين ونص كمان ايوه قرشين ونص نديله الورقه وناخد قرشين قرشين ونص وناخد الجنيه الايه؟ الجنيه الذهب. إذا دي ما هوش ناقد لا ده صك صك بنقد ولكن الوقت الحالي هو صك بنقد. طيب من السؤال بقى الكلام ده انا جيت اطمن قوه شرعيه الجنيه يمثل قوه شرعيه. ايوه طيب مع التضخم الجنيه السنه الجايه ماشي لان ليه؟ لان هذا ناشئ من انك تداولت اكثر من رصيدك. هو ليه انا كان الجنيه بتاعي باخد على الجنيه ده 5 تعريفة؟ لا لانني كان عندي رصيدي في بنك البنك الاهلي 10 مليون ومتداولي 8 مليون. يعني اذا العمله الورقيه ليست سلعه في حد ذاتها هي بديل عن سلعه. دلوقتي هيتوجد مشكله اللي بتحصل بقى الاخ احمد ابو السيد جه استلف مني 100 جنيه ورق او 100 دولار نعم وجه بعد سنه وقال لي يا عم احنا زي الشرع ما بيقول هديك 100 100 عشان يبقى ربا. لا مش كده ده انا بديله جنيه اهو جنيه دلوقتي لازم يكون قيمته بالذهب ايه؟ بس الكلام اللي آه. بيقول حمد قيمته بالذهب المسألة بالذهب قيمة الشرعية قيمته بالذهب ولذلك يعني احنا بنقول بنتغاضى شوية عن ربح القرض المؤجل انما احنا بدينا نمسكها اقتصاديا يعني انا بديله 100 جنيه كان الاصول يقول له دول ثمن 4 جرام ذهب خلاص تديني 4 جرام عشان يبقى هو اللي بيورثها ولا تضمنه ماليش مصلحه. طيب ولذلك احسن تقييم للنقد السلع. طيب لا له الحق نقول له تعالى دي في يوم ايه؟ في يوم كذا عندنا جدول يوم كذا كان الذهب ثمنه كذا
ولا يبقى ظالم وهيبقى اقل من قيمه. لا يقبضوا الناس على الكرة. يقبضوا الناس. طيب سؤال واحد بس. يقرض ويقتر. عمل البنك ما تجيبليش ان بعض البنوك دخل استثمار دلوقتي ان هو وديعه بخمسه لكن يطلعها الواحد محتاجها بسبعه وهو بين الاثنين الاستثمارية دي انما الاستثمار غير. ومن قال ان الاستثمار محكوم الجدول حد من قال ان الاستثمار محكوم الجدول؟ راجع امتى يا ما هو بتاع هو هياخد 95 يعني يجوز ممكن الشركه اللي ايوه ما هوش اللي يخلص ما هو اللي النسبه ما يخلصش اللي يطلع هياخد كل خمسه هو حقوق لا 10 100 من ايه؟ من الربح تبقى محدود. لا هو ياخد ممكن يخسر كل الفلوس. طب هو لهذا حرم بنسبة رأس المال ده نسبة من الربح الزائد أو الناقص أو المنعدم. عاوزين مولانا يقعد كلش بقى النسبة تفرق عن الزيت. لا ولا يهمك ينورك. من الأصل بقى يبقى في غرق يبقى عقد باطل. لما تمسكوا حتى في التقرير البشري العقد نفسه باطل لان معنى عقد يعني ايه؟ ان يحمي مصلحه المتعاقدين وعقد الربا لا يحمي الا مصلحه الثاني ما يحميش مصلحه الله. اوكي يبقى عقد باطل. في سؤال من الباب بعد ذلك في سؤال عن الاخر الصباح ما انقسمش احنا اللي بنعملها المهر يا سيدي الشرع فيه ان يسمى يبقى في ذمته بعد ذلك تديه كله تاخره كله تدي 10 انما القبض مش القبض ده مساله مش واحده. السؤال الثاني تدفعه كله خلاص تأجله كله تدفع ربع تدفع نعم نعم.